أفضل من لعبت بجواره مع الأولمبي في المباريات الأخيرة؟ هذا قاعد بصفك نهاد، مو لأن زين صديقي و لا لا وهو طالع سوى لا والله وانت غرق لا لا والله هذه ما لها علاقة بيناتكم حلوها هو يدري لا لا والله العظيم تعرف يعني هذا من يعني مو قدامه من أفضل اللاعبين وتعرف اللي بطولة هاي مال غرب آسيا يعني جدا متفاهمين وإذا قلت لك بالنادي يلا نهاد ماركو تو هاي بالنادي مو هيك منتظر الحكي؟ صح صدقين همين نهاد ايه هم لاعبين بالنادي كلهم زينين يا خالي ما عندي مشكله كلهم زينين بس هذا مميز انت تحب تصير بصفه يلا بسطك يعني ويا محمد جواد مو انا وقع ما لعبت ويا هذا محمد جواد جيد الوان مع